إلى السماوة، حيث عمد أحد أبناء المدينة إلى جعل بيته محطة ثقافية للسماويين من خلال أرشفة تاريخ المدينة بتكلفة من جيبه تقدر 250 مليون دينار لجعله مكان ثقافي يجدون به أهالي المحافظة متنفساً جديداً للثقافة. هذه المبادرة طبعاً تعد خطوة مهمة للإطلاع على الموروثات الثقافية الماضية بحسب أهالي المنطقة. المزيد في سياق هذا التقرير، تابعونا. بينما تتعرض شناشيل المثنى إلى الاندثار، نجد هذا الرجل يسعى للحفاظ على تلك البيوت القديمة لتكون من المحطات التي تؤرشف الحقبة الزمنية الماضية التي مرت على المحافظة. أعدت البيت إلى الحياة مرة أخرى مثل ما كان أول ما بني، رجع يعني مثل ما هو، هذا اللي صار، وراح يحتوي على مقتنيات تراثية من المدينة، من الموجودات اللي بالبيت نفسه أو ممن يتبرع بشيء ما موجود هنا للبيت أيضا. 250 مليون دينار كلفة إعادة تأهيل هذه الدار، حيث يرفض القائمون عليها إدخال مواد بناء حديثة في صيانتها للحفاظ على مكانتها التراثية. المواد المستعملة هي نفس مواد اللي بنى بها البيت، الطابوق نفسه أعيد المكانة، بس الأشياء اللي تعبانة أعيدت بشكل جديد يعني، ولا المواد الأخرى باقية مثل ما هي باقية. وعند الحديث مع هذا الرجل لاحظنا الإصرار على الاهتمام بالتراث. الهدف من الفكرة هو توجيه دعوة الانتباه لتلك البيوت التي تعرضت للتلاشي في أغلب المناطق. أدعو للحفاظ على التراث، الوطن الجميل لازم يحتفظ بصوره الجميلة القديمة، أما كل شيء جديد لاحقين نخليه في مكان آخر، أما القديم نحافظ عليه ونبقيه مثل ما هو. كفكرة فريدة من نوعها، رجل يحول بيته التاريخي التراث تاريخي، وحتى يحتضن كل معالم السماوة ويدعو كل أبناء المحافظة، كل شيء تاريخي وكل شيء بيه تراث ممكن يحتضن هذا البيت. فنتمنى من الجهات المعنية أنه شنو أي شيء بالسماوة أو بالمحافظات وبالعراق عموما يهتمون بالتراث، حتى واحد يعرف شنو تاريخ وشلون كانوا عايشين أجداده. تحويل هذا البيت إلى متحف صغير ليكون من المحطات التي تهتم بالأشياء التراثية يراها البعض خطوة مهمة للحفاظ على التراث والآثار. لقناة الفلوجة حيدر العارضي، المثنى.